بغيت تبان علينا، باغي يبان داك الشويه اللي قاري دابا يتقاداو ليه، سير دير غير الخير في راسك، وسير شري لك هيبير شري لك هيك ورسي. تضحكوا عليا الناس، تضحكوا عليا، تضحكوا عليا، تضحكوا عليا، تنخرج الشارع والقسما بالله الا تضحكوا عليا. السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. هاد النهار ما تكون حتى شي رياكسيون، غتكون ان شاء الله غنعاود لكم داكشي اللي كنعيشو وداكشي اللي واقع ليا هاد الايام مع الناس اللي الهيترز كما تنقولوا لهم بالانجليزيه خوتي، الناس اللي تيبغيو يحفروا ليك والناس اللي باغيين شك الخير. كيف ما تتعرفوا خوتي، اغلبيه من الناس اللي قدام معايا هنا في لاشين عارفين بانني باش وصلت لفرنسا راه دزت من بزاف ديال الحوايج وتكرفست وتعذبت بزاف وتحقرت اخوتي في بلادي. وتيجي واحد وتيقول لك فلان اسعداتو راه في فرنسا، وفلان اسعداتو في باريس. نقول لك اخو واحد القضيه، شتي انت واحد اليومين ملي كنتي انت كتاكل وكتشرب وكتنعس، انا راني كنت في وسط البحر اخويا ولا اختي، راه كنت لايح راسي وسط البحر اول حاجه. ثاني حاجه ملي سكيب حياتي، وكيف ما كتشوف اخوتي كيف ما عرفتوا الفيديوهات اللي فايتين، بان الزودياك اللي كنت راكب فيها بدات كتغرق من اللور، والموتور ديالها الخشبه الجهه اليمنيه ديال الموتور طبقات، دونك بقينا شادين الموتور والزودياك كتغرق. قصه طويله، رجعوا لموضوعنا اخوتي. دونك باش توصل واحد النتيجه كتخصص ضروري من التضحيه، تكرفص. كيجي واحد مو عاطيه 20 درهم ولا 10 درهم باش يمشي يتقهوى، كيجي كيطلق كونيكسيون كيبدا يكريتي فيك، خويا ما عجبتكش ما تدخلش تفرج فيا، صراحه ما تدخلش تفرج فيا وصافي. شفتي فيديو ما عجبكش خرج، دير ديسلايك، دير هذاك ما عجبكش وخرج بحالك، بلا ما تبقى تعاير وتكريتيكي. فحال وحده يلاه فاش كنت ديك الايامات كنبدا واحد الايام راه بلوكيتها فين ما كنلوح شي فيديو اخوتي، فين ما كنلوح اخوتي شي فيديو كتقول لك الله ينجيك من المشتاق الى ذاق. شنو ذقنا اختي؟ بغيت نعرف شنو ذقنا. حي اي حاجه دمرتي عليها كتجازى عليها، صافي بوان فينا. عاوتاني اخوتي تقول لك كاين اللي تيقول لك واحد مؤخرا، هذه هي اللي ضحكاتنا اخوتي وغادي نختم بها، حيت القصه ديالي مشابهه تقريبا القصه ديال رغيف امين، وانا نخلي لكم كلشي ان شاء الله في الفيديو. واحد اخوتي جا، كنت كنشارك كيف ما كتعرفوا لاشين ديالي الحمد لله غادا شويه بشويه كتطلع، كنبارطاجي لي ليان ديالي في الجروبات. واحد السيد كان هنا في باري وكيعرفني، كيعرفني بانني الايامات الاولى كنت كنعس في الزنقه وتكرفست وكنت كنوض مع 4:30 وكنضرب مسافه طويله على رجلي باش نمشي لواحد الماشون دبر على خدمه ماشي سهله. كنا اللاجئ وما عندي حتى شي واحد هنا، انا كنهضر على راسي اخوتي حيت ما عندي حتى شي واحد هنا في الغربه، يعني راه تكرفست ديال بصح. جا في الكومنتار كتب ليا وفلان وراه داير فيك الخير فلان وانت كان الخير اون بلوس حتى شي واحد ما كيحملك. اول حاجه اخويا ولا اختي، ما كان انا ما عايش باش نرضي بنادم اول حاجه. ثاني حاجه، حتى واحد ما داير فيا الخير باش نكونوا واضحين. هذاك السيد الا مشيت حيت انا ديال الغربه، الا ما كنتيش كدير واحد البليزير لواحد السيد راه ما غاديش يتعامل معاك مزيان، راه ما غاديش يعاونك في شي حاجه، هذاك راه ماشي خير. باش نكونوا واضحين اخوتي، الا عاونتيني انت بشي حاجه غنكون انا ديجا عاونتك بشي حاجه. سالينا باش تقول لي انا خير من الخير، ما خير الخير ديرو في راسك. ملي جيت كنقلب اخوتي هاد السيد هذا اللي كيكريتيكي واللي فيه الهضره بزاف، لقيت هو انا عارفه شفار وعارف تيدخل الحبس هنا وتيخرج، لقيت بان السيد ريفولاه ردوه للبلاد ومازال تيزيد فيه. تقول له حقد او حتى واحد في الدراري ما تيحملك، انا ما عايش باش بنادم يحملني. انا علاش فتحت لاشين في يوتيوب؟ انا بغيت عالمي بوحدي، بلانات ديالي كنقادهم بوحدي، ما سوق حتى شي واحد فيا اخوتي. الناس اللي كيعجبهم هادشي هذا اللي كان وكنبغيكم من القلب، فهمتوا؟ حيت كتعاون واحد السيد اللي يلاه طالع. ونزيدكم واحد القضيه اخوتي، انا ما محتاجش فلوس في يوتيوب، بالعكس انا غير الاوقات الفراغ ديالي كنلوح شي فيديو. اما انا اخوتي راني مطردق بالخدمه صراحه، ومن هذا المنبر غنجاوب شي ناس اللي خوتي واصدقاء ديالي كانوا تيطرحوا عليا شي اسئله، تقول لي مالك ضعافيتي، مالك نقصتي بزاف، مال حياتك ولات بحال هكا من عالي ديال المسكيلاسيون العالي ولا رقيق وهادي وهادي. خوتي نجاوبكم، وكنحترم الراي ديالكم اخوتي. انا في واحد الظرفيه حاليا اللي ما كتسمحش ليا بتاتا نشوف براسي. نجيكم من الاخر اخوتي، وخصوصا باش كنتعلقوا كيف ما عارفين اخوتي بان السيتياسيون ديالي ما مقاداش، وهذه هي الوقيته اللي ما خاصني ندير لها هاك لا هاك. دونك انا مفوك يعني مركز على واحد الحاجه
خدام عليها اخوتي ولا غير فتره وغادا تدوز ان شاء الله. معليش انا عارف راسي راه اخوتي ونقولها لكم من هنايا راني نقصت 10 كيلو وي من 72 اخوتي ل 62 وانا اغلبيه راه شايف الفرق. مي معليش اخوتي انا كنقضي واحد الغرض ان شاء الله غادي نكملو غادي نرتاح وغادي ان شاء الله فراسي ديال بصح وراني واخا هكاك ما ننسيش راسي دونك عندي واحد لوبجيكتيف اخوتي خدام عليه ما فيها باس نتكرفس على راسي شويه ما نديهاش فراسي شويه دونك هذا ما كان اخوتي وهذا الشيء اللي يقول السيد رغيب امين تقريبا اخوتي والله القسم الى واقع لي سو اخوتي الى بغيتو تكريتيكو عارفو كيفاش تكريتيكو وديروا بلاصتكم في داك السيد اللي تكريتيكو وشوفوا واش تحسوا ونتلاقاو اخوتي في شي فيديو جديد ولا شي معلومه جديده ولا شي رياكسيون ديال شي فيديو جديد تهلا ليو في راسكم بيس معصب بزاف يمكن حيت انا صعيب تنجح في المغرب وراه صعيب علاش شكون حيت اش غادي نقول لك عندنا واحد المجتمع ما تيشجعكش راه اي واحد بغى يبدا ملي كتبدا وانت كتسمع في الانتقادات ملي كتبدا راه انا ملي بديت كي قلت لك ملي بديت بغيت يبغي يبان علينا تيبغي يبان علينا بداك الشيء اللي قاري النعمه بانت عليك النعمه لا دابا هادي بات لا دابا في الاول باغي تبان علينا باغي يبان داك الشويه اللي قاري دابا يتقاداو ليه سير دير غير الخير في راسك وسير شري لك هي كورسي تضحكوا عليا الناس يضحكوا عليا تضحكوا عليا تنخرج الشارع وقسما بالله الا تضحكوا عليا تيقول لك علاش حيت ما من حقيش ننجح علاش حيت ما من حقيش ننجح حيت انا غير ولد فقير شي واحد الانسان اللي هو من الاول عنده كاميرا مزيانه وعنده بيرو مزيان كانوا تضحكوا عليا محقورة وراه انا اللي حاس بهذاك الشيء انا اللي حاس بهذاك الشيء الموضوع تضرني بخاطري حيت انا عارف كاين بزاف ديال الشباب كاين بزاف اللي بحالي خاصها غير تعطى لهم الظروف وان شاء الله غادي تشوف ولكن ما انا المهم اللي عليا كنديرو كنحاول نتعاون مع لي جون حيت حاس بهم حيت انا حاس بان شنو هي تكون ولد فقير حاس بها عارفه اش كتعني عارف اش كتعني عارف اش كتعني الفقر ماشي عيب ماشي عيب وداكشي علاش تقاتلت وداكشي علاش هاد ديك المدونه اللي بدات غير بدومين فابور هي اللي ولات دابا كتاخذ الجوائز واش شاد العناد مع شي حد كتقول والله تنوصل ولا شنو مع هادو شتي هادو اكبر محرك ديالي في النجاح شتي هاد الناس ما حدهم هما دابا كانوا في الاول تيضحكوا عليا دابا انا كندير فيهم هكا وباقي انت باقي انت غير هما تيبدلوا السبيتش كيقول لك نصاب دابا تيقول لك لا ماشي تيقول لك ماشي نصاب تيقول لك هذا السيد هذا تيربح شاد الفلوس اللي دار وخاد الفلوس باقي احنا ما حط لا بورشا ولا رانج روفر